التعليق بتاعك، ودي من الحاجات اللي كنا بنستناها دايما. كان الماتشات اللي بيبقى فيها طبعا نجمنا عدنان حمد كانت بتبقى حاجة جميلة جدا جدا. فأنت مقصر جدا مع الناس اللي بيحبوك وبيحبوا تعليقك في المباريات. أنا صراحة مقصر مع نفسي في هذا الموضوع. يعني أنا فتحت عيني على الإعلام والرياضة كمعلق رياضي، وبدأت في عام 1982 كمعلق رياضي على الدوري المحلي في أبو ظبي. ويعني تعرف أيامها لك ولي ولحبايبنا كانت في تجارب وفي تعاون مع كثير من المحطات الفضائية آنذاك، يمكن تتذكر الحياة طبعا. تتذكر ART تتذكر أوربت تتذكر عدد كبير من القنوات. فكانت في فرصة إن احنا ننتقل بين هذه القنوات، وكل قناة كانت يعني تمتلك حقوق دوري معين من الدوريات الكبيرة. أتحدث عن نفسي أعوذ بالله من كلمة أنا، يعني كان هناك تشامبيونز ليج، كان هناك الدوري الإسباني، كان هناك الدوري الإيطالي، كان هناك الدوري الإنجليزي، كان هناك التشامبيونز ليج الأفريقي اللي تشارك فيه الفرق المصرية. فالمتابعة كانت كبيرة، التفاعل كان كبير، المعلق دائما حقيقة يتأثر بالتفاعل الجماهيري وتفاعل المشاهدين. بعد ARTي فقدنا فرص كبيرة في التعليق على الدوريات الكبيرة. سنحت الفرصة بتعاقد مع لاين سبورت السعودية لمدة سنتين، بعدها أيضا تعاقد مع الرياضية السعودية لمدة 3 سنوات. تحديدا في نهاية عام 2013 كلفت في برنامج في تلفزيون دبي، برنامج حواري يعنى بمباريات الدوري المحلي، وكان ضمن الاشتراط عدم التعاون مع أي جهة إعلامية أخرى، على اعتبار أن هذا البرنامج يعني يتلازم مع مباريات الدوري اللي تلعب في الويكند. أي فبالتالي يا البرنامج يا تروح تعلق في السعودية أو تعلق في أي بلد آخر. بس أنا خدت من إجابتك كده أن أنت يعني أنا كنت بعلق على ماتشات كبيرة قوي قوي في الدوريات العالمية والدوريات الأفريقية، دلوقتي ما فيش حقوق لماتشات، هل ده اللي خلاك تبعد عن التعليق؟ يمكن هذه من ضمن الأسباب الكبيرة. وبعدين التركيز التام اللي انصب على البرامج الحوارية ومتابعتها أيضا كان لها دور كبير أنه يسحب البساط نوعا ما. مشاغل كثيرة، يمكن أنا أول ما تركت ARTي خط في تجربة برلمانية محلية، سياسة خدتك شوية، هذه خلتني أبعد نوعا ما على اعتبار يعني تعرف أن الوقت مهم طبعا، والمساحة الزمنية ما كانت متوفرة أنك تجمع بين التعليق والتقديم وعضو في البرلمان. هذا لما يعني لما كنت نائب رئيس المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة. بعد المجلس الاستشاري يمكن ضاعف شغلي في التلفزيون، لكن أيضا في مجال البرامج، والله وفق أني خضت انتخابات السنة الماضية وتمكنت من الفوز بمقعد في البرلمان الإماراتي في المجلس الوطني الاتحادي، والآن لو زي مجلس الشعب في مصر بالضبط، هو مجلس شعب يعني فارق تسميات وتقريبا يعني نفس اللائحة اللائحة المصرية، لائحة القوانين أو القواعد القانونية الموجودة في مجلس الشعب هي تقريبا تتشابه إلى حد كبير باللائحة الداخلية للمجلس الوطني. طيب عايز أخذك